في الحقيقة في أخبار أيضا كتير شهدتها المحافظات المصرية. في سوهاج تم البدء في تركيب وحدة مياه مرشحة بتكلفة بلغت 4 مليون جنيه في محطة أولاد الشيخ. أما في قنا فتم تقديم خدمات طبية لأكثر من 396 ألف مريض في المستشفيات خلال 6 أشهر. كمان في الدقهلية تم الانتهاء من فرش وتجهيز مراكز تنمية الأسرة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز شربين. كمان كفر الشيخ تم إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة في الحمول. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار كتير شهدتها المحافظات. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تركيب وحدة مياه نقلية مرشحة بمحطة مياه أولاد الشيخ الارتوازية بدار السلام بطاقة تصميمية 50 لتر لكل ثانية لتغذية قرية أولاد الشيخ ونجع الدير وقرية هاشم العسيري وقرى سيول نجع الدير، وبتخدم أكثر من 10,000 نسمة بتكلفة تصل ل 4 مليون جنيه لتشمل الوحدة الإنتاجية الخزانات والمروقات ووحدات الكلور ومأخذ المياه، وده للقضاء على ضعف المياه وانقطاعها بأطراف القرى وتحقيق أعلى معدلات الجودة لمياه الشرب. كمان مديرية الصحة بقنا أكدت تسجيل 396 ألف زيارة لتلقي خدمات طبية من المترددين على العيادات الخارجية في 11 مستشفى عام ومركزي على مستوى المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري. تم خلالها تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بما يضمن تحقيق استراتيجية الدولة لتعزيز النظام الصحي ورفع المعاناة عن كاهل المرضى. أيضاً في الدقهلية أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي انتهاء أعمال فرش وتجهيز الأساس الإداري بمراكز تنمية الأسرة والوحدات الاجتماعية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى الظهرية والشيخ عطية وبساط كريم الدين والعيادية تمهيداً لدخولهم الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين. محافظة كفر الشيخ أكدت أنه جاري إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي بمدينة الحمول، وبيتم العمل على إنجاز كافة الأعمال بالممشى والكورنيش طبقاً للجدول الزمني المحدد والجودة المطلوبة والرسومات والتصميمات الهندسية بنسبة تنفيذ بلغت 30% من الأعمال الإنشائية، وده طبقاً لمعايير الأمن والسلامة وحماية البيئة تلبية لاحتياجات المواطنين ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة. في المنوفية أعلنت مديرية الطب البيطري زيادة عدد الحيوانات اللي تم تحصينها ضد مرض الحمى القلعية خلال الأسابيع الماضية في المحافظة، وده من خلال تشكيل لجان وحملات تجوب القرى والنجوع لتحصين الحيوانات للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض، وبلغ إجمالي الحيوانات اللي تم تحصينها خلال الفترة الماضية 248 ألف بواقع 66% من المستهدف. في مدينة أسوان بتشهد العديد من المناطق اليوم الجمعة انقطاع مياه الشرب لمدة 14 ساعة متواصلة نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه شرب وصرف صحي بمنطقة كسر الحجر، وده بناءً على ما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبتتضمن مناطق انقطاع مياه الشرب في مدينة أسوان شارع كورنيش النيل من الإذاعة والتلفزيون حتى كلية الهندسة، فندق بسمة، أطلس، وسط البلد بالكامل، صالح حرب، الجزيرة، شارع الغازات، الشيخ هارون، عزبة الحدود، عمارات كيما غرب، مطلع المحمودية حتى السيل، الناصرية، أرض الجميلي، الحصايا، تقسيمات الصداقة الجديدة، السيل الجديد، السيل الريفي، والزيداب. في بني سويف افتتحت مديرية الصحة غرفة 137 الإقليمي للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ بديوان المديرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وده في إطار خدمة محافظات شمال الصعيد بني سويف والفيوم والمنيا، وبيتم توفير الرعايات والحضانات للمرضى عبر الاتصال بالغرفة على رقم 137 أو التواصل عن طريق واتساب، وبيتم تحديد المكان بالتواصل مع جميع مستشفيات المحافظة واللي تم ربطها بالغرفة، وبيتم نقل الحالة عن طريق سيارة الإسعاف بعد التنسيق. في الإسماعيلية أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة قناة السويس فتح باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية طلاب وطالبات للعام الجامعي 2024-2025، وده عن طريق التسجيل الإلكتروني على موقع الزهراء الإلكتروني للمدن الجامعية للطلاب، وبيستمر التقديم حتى يوم السبت 10 أغسطس، ومن المنتظر أن يبدأ التقديم للطلاب المستجدين اعتباراً من يوم الأحد 1 سبتمبر، وبيستمر حتى يوم الأحد 15 سبتمبر.